السلام عليكم خويا البحرية، معكم أحمد فهد من مدينة إفران. كما تشوفوا في الفاتو هذا دايرين معايا في المدينة تيجيو يصوروا فيه الزوار، دايرينو بالخلاص حيت هاد الفاتو أنا اللي مصوبو فكرة ديالي هادي عامين باش نصوبو في الشتا في أوكرانيا في كييف، ودرنا بحال هنايا غير هو أنا اللي مصوبو عليها من دابا تيخلصو، ودايرين معاهم زعما تمن معقول. و واحد لوطوريزاسيون ديالي تنخلص لو كيفاسو على البلاصة، و الحمد لله كاين إقبال، الزوار تتعجبهم، كاين اللي ما تتعجبوش و تحاولوا معاهم. لاسيسيون 5 دراهم، إلا كان أن جروب ولا أون فامي يديرلهم 10 دراهم، و تصوروا شحال ما بغاو كيف ما بغاو، تيبان معقول، و كاين اللي تيجي غالي كاين اللي لا، على حسب كل فئة و نورمالمون تحت غير في الصيف ولا في العطل. غير سيريوزيك، حنا من إفران تنجيبها غير من العناية، تنجمعها ملي تتوصل الوقيته تاع الخدمة تنجيبها. الأخ ديالي واحد الصديق ديالو تيعاونوني مع كيما تتشوف شوية إفران عامرة، بحال تنحاولو نجيريو الخدمة. الله يبارك فيك، شكرا الله يحفظك.